السلام عليكم، معكم ماجدة من قناة كروشي باي ماجدة. مرحبا بكم معايا في أول فيديو من سلسلة فيديوهات تعليم الكروشي للمبتدئات، أساسيات الكروشي. أول فيديو اللي هو أول درس عقدة البداية. ما يمكنش أننا نطلع أي عمل بالكروشي بدون عقدة البداية، هي أساس الكروشي وهي بداية الكروشي. بالنسبة لتعليم الكروشي اختاريت لكم الكوردون، هو الخيط اللي كنفضلو انا في التعلم ديال الكروشي، كيكون سهل من الحرير او الصوفه، ما كيكونش كيتشنتف. اما بالنسبه للكروشي فهو رقم 3 1.30 مليمتر. نبداو على بركه الله بعقده البدايه. عقده البدايه عندها 3 ديال الطرق، غنحاول انا نوريكم الطرق كاملين. نبدأ على بركة الله بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي أننا كناخدو الخيط الطرف اللي قصير، وهنا عندنا الطرف اللي طويل، كنلويوه اللفة الأولى، اللفة الثانية، كناخدو الكروشي ديالنا كندخلوه من تحت اللفة الأولى وكنجرو بيه الخيط ديال اللفة الثانية، وكنشدو هاد الخيط الطويل والقصير كنزيرو بيهم. من بعد كنشدو الخيط الطويل كنجروه باش تزير لنا العقدة. هاي دابا عقدة البداية، عندنا خيط اللي طويل اللي هو كنخدمو به العمل ديالنا، وهذا الخيط اللي قصير. اما بالنسبه للطريقه الثانيه، هي اننا كناخذ الخيط كنكون واحد الدائره، واحد الحلقه هكا، كندخل الكروشي من هذه الدائره وكنحاولوا اننا نجروا هذا الخيط اللي طويل. عندنا دائره كندخلوا منها الكروشي، كنحاولوا اننا نجروا هذا الخيط اللي طويل، كنخرجوه منها، كنزير، كنجدو الخيط اللي طويل كنجروه باش تصير لنا العقدة. ها هي عقدة البداية الطريقة الثانية. اما بالنسبة للطريقة الثالثة واللي هي اللي كنشتغل بها انا دائما، هما بحال الطرق كاملهم كيعطيو نفس النتيجة، غير هو خاص تاخدي الطريقة اللي جاتك سهلة نتيا، اللي بالنسبة لك غتخدمي بها بأريحية اكثر. الطريقة الثالثة اللي هي كناخد الخيط هاد الطرف اللي قصير وهذا الطرف اللي طويل، كناخد الطرف اللي قصير كنحطو هكا، والطرف اللي طويل كنلويه على صبعي هكا، كنكون واحد اللفة هكا. الطرف اللي طويل هو اللي ديما كيكون اللور، كنحاول انني نجر هاد اللفة هادي، كنجرها شوية، كنلوي الخيط ديالي باش تكون لي حلقة. كنلوي الخيط باش تكون لي حلقة. كناخد الكروشي ديالي كندخلو من هاد الحلقة هادي، كنحاول انني نجر به هاد الخيط اللي طويل. الخيط اللي طويل هو هذا اللي جلور، كندخلو من هنا وكنجر هاد الخيط، هذا كنجرو من وسط الحلقة، كنشد الخيط اللي طويل كنزير به. ها هي ثاني عقدة البداية. وهنا كيسالي درس اليوم، نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمبتدئات تكونوا استفدتوا معايا كيفاش تخدموا عقدة البداية، خذوا الطريقه اللي جاتكم مناسبه والطريقه اللي غتخدموا بها باريحيه. الى الفيديو القادم ان شاء الله، اللي غيكون الدرس الثاني في سلسله الفيديوهات تعليم الكروشي للمبتدئات، اللي هو سلسلة. استودعكم الله، ما تنساوش بالنسبة للجداد معايا فلاشين دعموني بالاشتراك ديالكم وللايك ديالكم، والناس اللي ديجا كيخدموا الكروشي حطوا لي في لي كومونتير شنو الاعمال اللي بغيتوني نخدمها معكم هنايا في